أننا موجودون على هذه الأرض وأن هذا الفن الراقي العظيم الذي يجسد هوية نضالية فلسطينية يقول اليوم للقاصي والداني أننا موجودون وسنبقى على هذه الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. عاشت فلسطين وعاشت أنامل فنانين العظماء الذين نحييهم بهذا اليوم، ونقول من بعدكم لنفتتح جميعا هذا الإبداع وهذه الرسالة التي إن دلت تدل على عمق الانتماء وعمق الرسالة التي تتمتعون بها. بارك الله فيكم، إنه يوم عزيز، يوم نقول فيه أننا موجودون وأن فلسطين ستبقى وأن شعبها عظيم وأن فنانها رافعة ستبقى على المدى تهتم باسم فلسطين وتبدع باسم فلسطين. يعطيكم ألف عافية وبارك الله فيكم. شكرا لكم جميعا. أستاذ إسلام، أهمية مثل هذه المعارض الفنية لدعم الرواية الفلسطينية، واليوم هنا كرئيس بلدية البيرة
ماذا تفعل بلدية البيرة لأجل الفن الفلسطيني وماذا تقدم من أجل استضافة مثل هذه المعارض؟ المعرض اليوم هو تجسيد للدور بلدية البيرة في دعم الفن والفنانين والمصدر وتصدير المشهد الثقافي والسياسي الفلسطيني بشكل عام، وبالتعاون مع الجهات الأردنية، كونها المعرض يضم فنانين أردنيين وفلسطينيين، وتعبير للوحدة واللحمة الفلسطينية الأردنية، وبالذات في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. تقييمك للوحات الفنية التي عرضت اليوم في قاعة منتزه بلدية البيرة؟ لوحات فنية رائعة الحقيقة ومتنوعة، وترسم صور حقيقية تجسد الواقع وتجسد الماضي والأمل بالمستقبل بالتحرير، فلذلك هي الحقيقة يعني أعمال رائعة، وكل الفنانين مشكورين على هذا الأداء الرائع. إذن نستمر مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من داخل قاعة منتزه بلدية البيرة في هذا المعرض الفني الجميل الذي يستعرض فيه الفنانين الفلسطينيون وأردنيون أعمالهم الفنية. معنا الآن الأستاذ أسامة نزال، فنان كاريكاتير ورئيس الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر. أستاذ أسامة، ما الذي يجري اليوم داخل هذه القاعة؟ يعني بداية أهلا وسهلا بكم بتغطية هذا الحدث في معرض وجود، وهو المحطة الثانية بعد افتتاحه في المملكة الأردنية الهاشمية. هون يجتمع 120 فنان فلسطيني وأردني مناصفة بإبداعاتهم وتطلعاتهم وأحاسيسهم الوطنية وشعورهم لقضيتنا الوطنية على رأسها مدينة القدس. نحن هنا في هذا المعرض نركز على قضية القدس ومدينة القدس، أولا كونها منارة في الوطن العربي، وأيضا هي عاصمة لدولة فلسطين، وأيضا لأن الاحتلال الإسرائيلي يعمل ليل نهار بسياسات قمعية صهيونية لتدمير وتفتيت وتهويد هذه المدينة. والحمد لله رب العالمين، على ذكرى النكبة 75 عام في ذكرى النكبة الفلسطينية، لم يستطيع الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة رفع علم إسرائيل المنكوب دائما فوق مدينة القدس، ورسالة للعالم أن القدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ما زالت القدس عاصمة لدولة فلسطين، ومن هنا الفنانين الفلسطينيين والأردنيين أشقان الأردنيين نحاول ونعمل دائما جهدا جنبا إلى جنب لرفع اسم مدينة القدس بعذاباتها وتطلعاتها وحياتها السياسية والاجتماعية والثقافية في مدينة القدس، على أن هذه المدينة عربية خالصة وأنها إسلامية ومسيحية ووطنية، ومدينة تجمع الكل تحت سندها ورايتها. على المستوى الدولي، أرى هذه الرسومات واللوحات والعمل الفني بشكل عام، ما هو تأثيره على المستوى الدولي؟ يعني على هي كما أسلفت سابقا أنها كانت رسالة داخلية، الرسالة الخارجية هي عالميا ودوليا أن القدس عاصمة دولة فلسطين، وأن القدس هي المحور الأساسي وهي البوابة الأساسية في أي حل سياسي يخص القضية الفلسطينية، لأن لا نستطيع إقامة دولة بدون عاصمة، فعاصمتنا هي القدس. فلذلك هي رسالة للعالم أن القدس خط أحمر، لا يستطيع أحد تجاوز هذا الخط الأحمر للقضية الفلسطينية. ولذلك نحن نؤكد على كل القرارات الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي نصت على أن القدس هي عاصمة للدولة الفلسطينية، ونحن نؤكد أن هذا حقنا الذي نستطيع من خلاله نزعه من فوهة الاحتلال وفوهة بندقية الاحتلال حتى تبقى عاصمة لدولة فلسطين. كيف ترى تقييمك لإقبال الناس على مثل هذا المعرض، الحضور الناس اللي أجت اليوم؟ الحمد لله الحضور ناجح بامتياز، وعدد كبير من الفنانين وأهالي الفنانين والمهتمين بمدينة القدس، وأيضا من سكان مدينة القدس الذين حضروا إلى هذا المعرض، وهي تأكيدا على ثوابتنا الوطنية وتأكيدا على رسوخهم داخل مدينة القدس وأسوار مدينة القدس. صراحة أنا جدا سعيد بهذا الكم الهائل من الحضور، وهذا رسالة صراحة للفنان الفلسطيني والفنان الأردني أنه يوجد حاضنة تدعم هذا الفن وتدعم هذه القضية. شكرا لك أستاذ أسامة نزال، فنان فلسطيني وأيضا رئيس الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر. كما ترون سنأخذكم في جولة أخيرة قبل الختام مشاهدين الكرام لهذه اللوحات الفنية الجميلة صراحة التي تعكس الإرث الفلسطيني المقدسي
في اللحظات التي تتزامن فيها اقتحامات الاحتلال ومحاولاته التهويدية لمدينة القدس الشريف، هذه المدينة المقدسة التي ليست من اليوم ولا 100 عام الماضية هي محل أطماع للغزاء الخارجيين. الآن نبقيكم مع هذه اللوحات الجميلة، شكرا لكم على طيب المتابعة.